عندنا مشكله حدودنا مفتوحه مع سوريا، واليوم هسه موجود من 500 الى 750 رهابي في الصحراء الغربيه في وادي الغذف، وادي الابيض وهذه المناطق. نحتاج بعد هذا النصر ان تكون عمليات سريعه ومباغته لعدم اعطائهم الفرصه ان يعيدون وضعهم الجديد. لذلك ستكون عمليات، والزمنا الحكومه والعمليات المشتركه بجلب جميع جثث الشهداء والمغدورين في هذه المناطق. الوضع الامني في بغداد ومناطق الجنوب وجميع هذه المناطق وضع مستقر، اختلف حتى ببابل بعد القضاء على الارهاب والانتصار العسكري، لكن اكو خروقات امنيه. اللي حدث في كركوك الطريق 70 كيلو اللي هي من داقوق للعظيم، هذا مو صعب على الحكومة أن تضع مرابات عليه، أن تسير دوريات مسلحة وتقطع الطريق ليلا، لأنه اللي جاي يصير هم بالليل يعني باقتون القطعات. بعدين هذا مجاز ودنيا ليل وما عنده سلاح، بالتأكيد هذول ما يقدرون أمام ذول الجرذان والحرامية، وهي عمليات مباغتة. ولذلك صار اليوم عمليات دوريات مسلحة ترافق القطعات أو ترافق المجازين ليلا، وتكون مرابات على هذا الطريق.